بمناسبة حلول رأس السنة الأمازيغية، تحتضن قاعة الميدياتيك التابعة لبلدية وهران مهرجان ثقافي وفني يتخلله معرض للحرف التقليدية وكذا ورشات للكتابة والرسم، بالإضافة إلى عرض أفلام ونشاطات أخرى، ويدوم إلى غاية اليوم 15 من الشهر الجاري. وتشارك العديد من الجمعيات التي تنشط في مجال صناعة الأشياء التقليدية على غرار التحف والأطباق المتنوعة والتي ترمز كلها إلى الموروث الثقافي القبائلي. تغطية لشرقي يوسف. باليد ورثناها على جدودنا، حاجة خفيفة تمثل الناير. كل مناسبة نديروا على حسب المناسبة، كما الناير درنا حاجة خفيفة تمثل الناير، الطباق القفة حاجة تقليدية. ونفس الناير هذه مناسبة تاع الجزائريين كامل نحتفلوا بها، درنا هذا الديكور. كي تكون مناسبة أخرى نديروا البرود ديال حاجات أخرى. هدية راوي جميلة. رئيس الجمعية جنة الثقافية جنة المأوى تشارك في هذا المهرجان القبائلي سنة الأمازيغية. قمنا بالتحف، درنا تحف عجبوا كاع الأناس، جاوا شافوا كاع عجبوهم كاع. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا السيدة شارف سميرة، جمعية ثقافية دار الخلد. رانا في هاد المناسبة، بمناسبة المهرجان السنة الأمازيغية، قمنا بعرض أشياء خاصة بهذه المناسبة، منها أواني فخارية، منها أنواع مختلفة من الأواني الفخارية. و استقبلنا أناس، جاونا أناس كثيرون شافوا.